مشيت للباب الملي لقيت المخازن حيت نجيت ندق مساكن تحرج ومشى ورجعوا اللور. جيت طرت من هنا عاوتاني ساعة الجدرمية ما خلاو حتى واحد يقرب. ولكن حميد غادي يوريكم البير ما غادي نمشي من هنا حتى تعرفوا، لان سميحه ما بقاتش غير بنت هاد الناس. سميحه تفاعل مع الفيسبوك مع اليوتيوب تويتر كل شيء كان تيقول سميحه. شحال من واحد قال لهم سميحه مشات القطر، شحال من واحد هضر في سميحه مسكينه، شحال من واحد كلام اللحم ديال سميحه وهي راه تاكل هاد ياكلوا هاد الدود في واحد البير اللي العمق ديالو 240 متر. خويا بغى يقول شي حاجه. خويا دابا انا كنتمنى من الدرك الملكي، اخويا كنتمنى من الدرك الملكي باش يدير تحقيق مع الزوجه ديالو، حيت مشات عندها للدار وقالت لها سيري بحال قلت لك قبل ما تغدر. مشات عندها للدار قالت لها سيري انا قلت لك هي ولده الولد فين ما كيتلاقى معاه في شي طريق كيقول لها راه غاد ولد الشيخ، كيقول لها راه غاد نقتل لك سيري بعدي مني. عارفها مصاحبه مع باه. قال لها ديرو لا انا ما اخباريش والله ما اخباري شي حاجه، خصهم تما يديروا مع التحقيق. وكيفاش هاد السيد هذا غيتقدم غدا وما يمكنش عبو وحده اللي تقتل؟ واش هاد الناس باغي هاد الناس كيفاش غيقدموا غدا وما يمكنش عبو وحده اللي قتل؟ خصهم يديروا البحث، خص البحث باقي يبقى جاري، ما يمكنش عبو وحده اللي قتل. الدرك الملكي راه خدام وين بينا تحقيق في الشيء الاخر، بينهم يديروا تحقيق. بيني وبينكم تبا كان تيقول لنا واحد الهضره وقلنا غير تيخربق. تبعوا هاد الطريق بارطاجي، ربما حق الرد دائما اقولها حق الرد مكفول، لا بالنسبه للشيخ ولا بالنسبه لعائله الشيخ ولا بالنسبه لاي واحد عنده يد في هذه البنت اللي تفاعل معها المغرب بواحد الطريقه غريبه، وخاصه العنصر النسوي، لان كانت شابه مسكينه كانت خدامه في باتيسري في الدار البيضاء. استغلها مزيان. الو. نعم اخو. نعم اخو. شتي سميحه؟ شتي شي 10 ايام قبل. عادي يا سميحه. عادي بخير كلشي مزيان، كنمشي نهار الحد ما كنخدمش كنمشي عنده. عمرك نويتي بان الشيخ د البلاد اللي هو ولد عمك غادي يغتصب اختك؟ لا ما عمرني نويت هادشي، ويلي راه كنصلي يصلي مع الوالد في الجامع وكلشي. هو راه كيصلي مع الوالد في الجامع ونهار العيد الكبير كنجيو نعيدو وكيجي عند الناس ونمشيو عندو. هذا راه من عائلتنا. هاد الشيخ اللي كتقول. ومن بعد ما قتلها ولا حفل بيه صلح دابك؟ كيصلي ولا هذاك النهار مني الوالد مني ديكلارا بيه ولا خايف من الوالد ولا كي اش غتمشي للجامع؟ الوالد ديكلارا من لقينا دوك الادله، من لقينا داك الشيء داك الادله اش غتمشي مع الجامع؟ غتصلي معاه؟ غتدخل معاه انت للجامع في النظريه ديالك انت؟ ولكن تيدخل للجامع. هو كيدخل للجامع، كيدخل للجامع. هو مالو غيدخل؟ كيصلي عادي، راه داز مهرجان ديال عيد المولد النبوي، دوز هو وعلام ديال الخيل وراكب على العود، واحد محروق في بنته كيقلب عليها واختو كيجري، هو راكب ما على بالوش كيدوز المواسم والمهرجانات وبارك يتسارى مع راسه. كنقولوا الشيخ دابا حتى واحد ما غيطيق، حتى واحد ما غيطيق شتي دابا ومازال كاين الشك، كيكون راه كيتفلاو عليه. شنو؟ هاد الناس دابا وخايف لا يخرج. شي حد دابا تسول شي حد يقول لك راه ولا لا الشيخ هاد اليوم تيبان. شنو يقولوا؟ يقول لك هاد اليوم تيبان، هاد الناس راه عا يديروا عليه داك الشيء ويوحلوه وهاد الشيء. وهذا الشيء يا السيد قلت لك الناس دابا يقدروا يقول لك الشيخ راه يخرج. ونهار داروا مع التحقيق في صحاب لابريكاد ديال تفتاش جا مشى للسوق، جاو الناس يقولوا لا سلامتك هذوك الناس راه نصبوا عليك. لا تما راه ان تبعتوا النيابه بالخيانه الزوجيه حسب التصاور، ولكن سنات المراه قالوا لي لا سلامتك هذيك راه عنصابه. احنا عنصابه. قال لي خرج هو عادي ما قاتل ما قاتل ما مسوق. قال اش غتصور؟ قال بوحده لابريكاد خرج هو. شيخ تاع من هذه الفيرما شتا كبيره تبارك الله ديال هذه الفيرما. عمو وراه ديال عمو الهيها، وهاد الناس راه شادين هذه البلاد ديالهم كامله. كلشي ديالهم هما، يا كيقول كلشي ديالنا حنا، راه ماشي على الارض، راه حتى المخزن. وين الحمد لله كاين الدرك الملكي ديال صويره. ايوا تبارك الله على الجدرميه. باش انا تيعجبني الحال، ما من مره كتلقى واحد حس فاجعه وتيقول شكرا يا وكيل الملك، شكرا يا الجدرميه، شكرا يا برافو برافو برافو. لان راه قاصحه دراري، راه دابا نحنا في واحد الجو عائلي. سميحه راه دابا تيقلبوا عليها، راه تحت الله عمق. فاش طايحه سميحه شحال في ذاك البير ديالها؟ كيقولوا 140 140 متر وقد هكذا، وفيه الغيس قاصحه بزاف. راه ان العماله ديال الاقليم ديال الصويره في هذه الاثناء كدير اجتماعات ماراطونيه مما يسمى بالبيسي سيكوريتي، اللي فيه مجموعه ديال رؤساء المصالح الخارجيه وخاصه اللي عندها علاقه مع هذا مع الانقاذ. فتيحاولوا باش انهم يديروا واحد اللجنه برئاسه عامل صاحب الجلاله قصد الاسراع، او ليشوفوا اسرع خطه باش انهم يجبدوها. ولكن بيني وبينكم غنسولوا اختو تحت الارض 140 متر، شي الصبر اللي عطاها الله مسكين. ولكن صابر تيقول غير الحق راه لا. دابا الا شتي الشيخ خارج بدا تيتسارى، واحد فينا غيبقى واحد خصو يمشي.
واحد يبقى في الدنيا واحد يمشي للآخرة. إلا بيبقى هو يتسارى في الدنيا أنا نمشي للآخرة، إلا بيت نبقى أنا نتسارى في الدنيا هو يمشي للآخرة. إلا ما نشوفوش إما يقتلني ولا نقتلو. ما يمكنش، راه هو المتهم الوحيد، راه عندنا الأدلة، هذوك الأدلة واش ما عجبوكش؟ نصبح أنا كنهضر الكلي وهادي، هو قال الدرك الملكي بأننا نحتفل البير، هذا ماشي دليل؟ آه ماشي دليل هذا. شنو نزيدو شي حاجة أخرى؟ وشوف شكون اللي معاه، ما هو راه عنده كل شيء، دابا شوف لي شكون اللي معاه. يديروا بحث مع مراته ومع الولد مع رئيس الجماعة مع ولد أخته ومع السيد اللي كيمشيو يجلس عنده يديروا اجتماعات، راه ما كيجلسوش في الدار كيديروا اجتماعات واحد السيد، الفيرما ديالو هي اللي كاينة هنا. يعني الفورم على ديالو راه باش الاجتماعات يهضروا على الميزانية؟ كيهضروا على الاجتماعات ديالنا حنا، الخطة كي غنديروا وشنو عندك وهادي، راه كلشي في أخبارهم بأن السيدة هو اللي قاتلها. هادو يديروا معاهم على البحث، يرجعوا التسجيلات ديال الهواتف ديالهم غتلقى كلشي. وهاد السيد تيأكد وتيقول الله يعطيكم الستر، عمقوا البحث المجرم بان، ولكن كيقول لك بأن باش يقتلها بوحدو ويهزها بوحدو، والشي خرج كبير بيني وبينكم، وغادي يجي بوحدو ويهزها. فين هاد الدار فين تيريح هو؟ كيريح من فداك البيت. والسيدة أصلا شتي لك شنو في ديك البيت؟ فيها المواطر وداك الشيء. والسيدة أصلا هو راه كيريح رادار، وين كيدار باش جابها هنا ولا كيدار توصلها هنا الله أعلم. وهذيك السيده اللي غتبي تضربها ولا شي حاجه راه غتضربك على الاقل غتبان فيك شي اماره. فكر كيدير سميح. انا عارفه صاحبي، قلت لك غتبي تضربها ولا شي حاجه غتبان فيك شي اماره، الا كانوا شي ربعه الناس ولا جوج الناس، واحد جر واحد ضرب ولا هادو، راه عصابه هادو، راه خصنا نحققوا مع كل شيء. حنا هو كاين وين؟ فين الباك؟ فين الاب ديالك؟ الوالد شكون اللي عارفه فينا؟ وراه ما يقدر حتى يزيد، مراته فين كاين؟ فين الام؟ راه الوالد لا امه الوالده ما كتخرجش كاع من الدار، راجلنا حطيناه في الدار، راه طاحت لينا سخفت لينا حدا الجدر ملي كعدوها البارح. صخفت بقينا خو عليها الماء حطيناها في الدار. انت ولد المنطقة، اختك تحت الأرض 140 متر، شحال كتزعما أنت كفلاح ولد المنطقة؟ شنو باش أن يخدم يشبه؟ هادشي هذا الصوند أنا ما عرفتش كي غيديروا ليا. إلا كون جابوا بداو كيحفروا من هنايا ولا حفروا من تحت كما كان وقع لذاك الإبن ريان، يجيبوا دوك التراكسات يبداو يحفروا يقدروا تبان الحقيقة. أما هاد الصوند أنا ما عرفتش، ويني راه الدرك المالكي داير خمدبول والوقاية المدنية خدامين نشوفوا واش غيديروا. حنا نتمناو تبان اليوم قبل غدا. حنا ربينا عنا نبردوا على قلبنا، حنا ما مرتاحينش، راه ما عرفنا حنا واش كاينه لتحت ولا فين كاينه، ربما هو كاذب عليهم كره دافنه فشي قنطياخ باش عرفتي. راه طاغي هذاك السيد السيد ويقدر يموهم كاملين، راه طاغي هذاك السيد يقدر يقول لهم انا درتها هنا اش يجيني الله يجي الاخر ان شاء الله اش كيجيني. واخا يكون خوك لا دار هذا الفعل غيبقى يجيك شي حاجه. انا ما كيجيني على الصحافه والدرك الملكي اللي خدام معايا هما اللي كيجوني، ما كيجيك حتى واحد شي حاجه. واش هاد السيد اش كيجيك هذا اللي كيقتل ويلوح البير في النظريه ديالك انت؟ كيف تيتعامل هو معاك؟ كيتعامل طاغي من نهار عقلنا حنا طاغي، باه كان طاغي الله يرحمه في هاد النهار، باه كان طاغي. اش من ولد عمي الله يعطيه العمى، واش تشوف هاد الشوهه اللي داير لينا هادي؟ هذا ولد عمك هذا، وراه قلت لك انت ديرها ليا راه ما نعقلش عليك، خويا يديرها ليا ما نعقلش عليك، وما نسمحش ليه لا غدا حتى غدا قدام الله. حسيتي حيت انك شتي تصاور تيغتصب لك اختك السيد؟ راه حاقرنا هاد السيد شنو بان لك؟ وكل شيء عندي انا، ديك الكليره اللي صيفط للدرك الماكي ديال الصوير راه كل شيء فيها. واش نقول لك؟ راه تنفاجر، كنت مشي عنده تقتلو، ويني مني قالوا لنا الدرك الماكي ديال الصوير خلينا نكملوا خدمتنا خليناهم، والكليطه هي فيها تسجيلات، قلت لهم هاد التسجيلات جبدوهم ليا، فيها تسجيلات ديالو، فيها تسجيلات ديال رئيس الجماعه كانت معاهم وكانت رئيس الجماعه، فيها تسجيلات بزاف الحوايج. اش كتقول؟ كاين شي تسجيلات عندكم؟ عنده في الكلي عند الدرك الملكي، كيقول ريه رئيس الجامعه هكا اللي يديها معاك، هكا الرئيس ديهاك ديهاك جيبهاك ديهاك جيبها، هي كانت معاهم شي بلاصه. وفي الاخر كاينين ثاني شي تسجيل في الاوديوات بانه قال لها انا راه غادي نتفق مع الشريف وغنهزو دوك الكاشيات ديال الجامعه وغنزور العقد ومريدنا ما عنده باس. هادشي عندكم تسجيل؟ راه كاين اوديوات مسجل.